أنا عارف إن نفسكوا فيها، قصتك ابتدي احكيها. نلعب كورة بعد الفطار في ملعب في نادي شبه منهار، قلنا للجنايني يروح يصلحوا، رد قال البيبسي مين خلصوا، حرن بفرهد مش مستحمل، لو كان في بيبسي كان هيكمل، لازم نجيب له البيبسي بسرعة عشان يصلحوا قبل ماتش الجمعة، موافقين ولا ايه؟ اختار مين اللي يستاهل البيبسي، رمضان كريم قوي مع بيبسي.